أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على المرأة إخراج زكاة حليها من ذهب وغيره، ومنه ما تستعمله يوميا ومنه ما لا تستعمله إلا في المناسبات فقط؟ الحلي المعد للاستعمال الصحيح أنه ليس فيه زكاة، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه أصبح من الملبوسات والمستعملات، فليس فيه زكاة، وهذا قول كثير من الصحابة وكثير من العلماء. ولأن إخراج الزكاة فيه حرج على النساء الفقيرات، إما أن ينحرمن من الحلي، وإما أن يخرجن أكثر من قيمته بالزكوات كل سنة، هذا فيه حرج ومشقة.